وفي أماكن أخرى كثيرة من البلاد ترك الإنسان اليمني معالم أثرية لتبقى شاهدة على عظمته. بأمر من الملك عامر بن عبد الوهاب عام 921 هجرية بني جامع بن علوان في منطقة يفرس بتعز على مقربة من ضريح الشيخ أحمد بن علوان لتقام فيه الصلاة بعد سنوات طويلة من بناء الضريح، كما أمر الملك بن عبد الوهاب أيضاً ببناء قبة مستقلة عن الجامع على ضريح الشيخ لها باب خاص وصرح. رغم أن موقع الجامع في يفرس التي تعد حالياً مركز مديرية جبل حبشي بالجنوب الغربي لمحافظة تعز، إلا أن العديد من الناس يأتون من مختلف المناطق والمدن خصيصاً لزيارة الجامع والضريح. بني الجامع على مراحل عدة، بدءاً بالمبنى ذاته ثم ملحقاته التي هي عبارة عن قبتان كبيرتان وتجاورهما أربع قباب من الجهة الشرقية ومثلها من الجهة الغربية، ومنارة يبلغ طولها 12 متراً. وبعدها بفترة بني ما يعرف بالريشة وهو المدخل الرئيسي للجامع، ثم حفرت بركة تسمى البركة الكبرى وهي عبارة عن صخرة كبيرة نحتت وتم بناء المنارة من حجارتها، وتسمى البركة أيضاً بالمساتر وسميت بهذا الاسم كونها تستر من اغتسل فيها. وإلى جانب ذلك توجد بركة الوسطى ثم البركة الأخيرة التي تسمى القناديل أو بركة الشفاء، وقد سميت بالقناديل لأن الضوء يدخل منها، والشفاء لأن الزائرين يأتون ويشربون منها طلباً للاستشفاء بالإضافة إلى هذه المقصورات التي كان قبل يدرس فيها العلم، كان يدرس فيها النحو ويدرس فيها العروض ويدرس فيها الفقه ويدرس فيها القرآن الكريم والمواريث وغيرها من العلوم الشرعية، فكان رباط علم هنا قبل يدرسون فيها. شيد جامع ابن علوان على تبة ويمكن الدخول إليه عبر ثلاثة مداخل، إذ بني على نظام تخطيط المدارس الذي ساد في العصر الرسولي، وهو ما جعل الجامع من المعالم الأثرية والدينية والسياحية البارزة في اليمن وعلى مستوى دولي.